نعم طارق، طبعا ميدالية ذهبية أخرى مع ماركوس هيدلونغ. ماركوس congratulations. تهانينا، شكرا جزيلا، أنا سعيد بتواجده هنا. كيف رأيت البطولة؟ لم يكن لدي وقت لكي أشاهد البطولة، كان ابني مريضا بعض الشيء في الفندق ولبعض المشاكل الصحية، لهذا كنت متوترا بعض الشيء اليوم، لكنني بالفعل استمتعت بطريقتي وخطط اللاعب وتحصلت على نقاط في النهاية وأنا راض على أدائي. هذا شيء رائع. نتمنى أن يتحسن ابنك ويكون بصحة جيدة. ما هي الصعوبات التي واجهتها في هذه البطولة؟ أعتقد بأن كل شيء جيد والجميع هنا لطفاء والأمور بالفعل بسلاسة وأيضا المدربين جيدين وكل شيء يسير على ما يرام هنا. كل شيء الناس جيدين ورائعين. هناك كثير من البلدان المشاركين في هذه البطولة، هذا ماذا يعني لك؟ هذا مهم جدا لأن نكون صداقات مع الجميع. أنا هنا من جنوب أفريقيا ومن لندن من أي، وهذا شيء جيد أيضا تعرف عليهم والذهاب عندهم والتدرب، وهذا شيء هذا محك كبير للمعرفة والتعرف. شكرا جزيلا. أعود لك طارق في الاستديو.